شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و فامشوا إلى منكم شهر ليصوموا. الكلام كله يتكلم على رمضان. شو يجد واحد عليك تقول له إذا سألك عبادي عني فإني قريب. علاش هذا الشيء هذا؟ بعض البلاغيين الذين لا يفهمون عن الله عز وجل يقولون هذا استطراد، يقولون هذا الموضوع كنا في رمضان حتى ولينا فإذا سألك عبادي عني قريب، ولكن من يفهموا عن الله عز وجل، الله عز وجل يخاطب الناس في أوقات مناسبة برسالة وحيدة تتكرر في القرآن، وهي تذكير بالله عز وجل، وهي ذكر الله عز وجل، وهي تنبيه الناس إلى أن الله عز وجل منا قريب وأنه يجيب الدعاء، لا سيما في رمضان.